مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم حلو جدا، سهل وبسيطة وما بتاخد وقت معنا أبدا بالتحضير. كتير كتير طيبة وبتتحضر بوقت كتير صغير. هيدا الشكل، بتعقد كتير كتير طيبة وبسيطة. هيدا الحلو رح تعجب الكبار والصغار. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، عنا بسكوت، كوب حليب، 50 جرام شوكولا، ملعقة طعام مليانة نشا، ملعقتين طعام سكر، ملعقة طعام كاكاو. كمان عنا كوب حليب، 50 جرام شوكولا بيضة، ملعقة طعام سكر، ملعقة طعام نشا مليانة، وظرف كريم كراميل. بنحط كوب الحليب، نشا، سكر، الكريم كراميل، بخلطهم على البارد. بحركهم تحريك مستمر على الغاز. بعد ما سخن عنا الخليط قبل الغليان، هلأ بحط الشوكولا البيضة. بحرك ليدوب عنا الشوكولا. بس دابت عنا الشوكولا وصار القوام بهيدا الشكل جمد عنا، هلأ بطفي الغاز. بحط بالصينية بسكوت، حطيت تقريبا نص الخليط. بحط بسكوت، هلأ بدنا نعمل خليط الشوكولا. حط بالطنجرة الحليب، سكر، نشا، الكاكاو. بنحركن شوي على البارد، بنحركن تحريك مستمر على الغاز. قبل ما يجتد عنا الخليط بحط الشوكولا. بستمر بالتحريك. بس اشتد عنا الخليط وصار بهيدا القوام، هلأ بطفي الغاز. إذا لاحظتوا حلو كتير كتير سهل وبسيطة، ما بتاخد معنا وقت بالتحضير. هولي عشان برد وجمدوا رح سخنهم شوي على الغاز ليرجعوا يرخوا عنا. حط الطبقة الصفرة كمان. تقريبا بتاخد معنا بالتحضير حوالي 5 دقايق. اكيد كل ما زدتوا الكمية كل ما زاد الوقت عنا. بنحاول نشتغل فيها للحلو بسرعة عشان ما يبرد عنا الخليط اللي عملناه، خليط الكريم كراميل وخليط الشوكولا. بحطها على جنب لتبرد بحرارة الغرفة وبرجع بحطها بالبراد ساعة.
هيدي الحلو بعد ما حطيتها ساعة بالبراد وجمدت منيح. بزينها برش شوكولا أبيض وشوكولا. عنا هيدا الكيك، شو بعمل؟ بدي افصل الكيك عن الكريمة، الكريمة بحطها بالجات. نفس الشيء، طريقة كتير سهلة وبسيطة. هذه الكريمة هلا بدي اخفقها مع الكريمة اللي انا بدي احشي الكيك فيه. عندي هيدا القالب حطيت من الاسفل نايلو، وهون لفت ورقة زبدة. بدنا نصف الكيك بالقالب، بنصفهم بهيدا الشكل. صفيتهم بهيدا الشكل للكيك. عندي هوني نص ملعقة صغيرة سكر، نص ملعقة صغيرة نسكافيه، بحط فوقهم شي بسيط مي، بحركهم، حطيت فنجان صغير مي، بحطهم على الكيك. منسق الكيك من القهوة اللي عملناها. حطينا عليها نسكافيه قهوة سريعة الذوبان. هلا بحطهم على جنب وبدي اخفق الكريمة انا وياكم. بحط فوق الكريمة ملعقة اثنين، حطينا ملعقتين صغار كادبري، نص ملعقة صغيرة نسكافيه قهوة سريعة الذوبان. انتهينا من الخفق. القهوة اللي بقيت عندي بحطها فوق الكريمة، بخفقهم مع بعض لينخلطوا منيح. خفقناهم شي بسيط، هلا بدنا نحطهم فوق الكيك. حطينا الكريمة على الكيك، هلأ أقل شي بحط الكيك بالبراد ساعتين. عنا 100 جرام شوكولا، بحط ملعقة صغيرة زبدة فوقهم، 3 معالق طعم حليب، دوبهم بالميكروويف أو على البخار. هذه الشوكولا بعد ما دوبتها وصارت بهيدا القوام. هيدا الكيك كمان بعد ما حطيته بالبراد ساعتين، هلأ بدنا نشيله من القالب. حطيت شوكولاتة جناش على الوجه.
اول شي عنا ليمون بدنا نعصرهم. بدي اعصر كوب ليمون. عصرنا كوب ليمون. عنا بسكوت الليدي فينجر، ممكن تستبدلوا هيدا البسكوت بأي بسكوت متوفر عندكم، ما في أي مشكلة. بحطهم بقدر الصينية. من كوب عصير الليمون اللي عنا برش شوي عليهم. حطهم على جنب. عنا كوب حليب. ضيف ملعقة طعام سكر. ملعقة طعام نشا. خلطهم شوي على البارد. هلا بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط وصار بهيدا الشكل منطفي الغاز. بحط الخليط اللي عملته فوق البسكوتات. بحطهم على جنب. هلا بنفس الطنجرة شو بعمل؟ بحط عصير الليمون. ملعقة طعام نشا. ملعقة طعام سكر. كمان بحركهم مع بعض ليشتد عنا الخليط. بس صار عنا الخليط بهيدا الشكل منطفي الغاز ومنحطن فوق الخليط الأبيض. بحط كمان طبقة بسكوت. منحطن فوق البسكوتات. بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعة. بس جمدت منيح الحلو بالبراد بحطها على جنب. بدنا نعمل زينة على الوجه شي بسيط. عنا جبنة ماسكربوني، ممكن تستبدلوها بالكريمة ما في أي مشكلة. بحط ملعتين جبنة. الزينة حسب الرغبة، انتو مثل ما بتحبوا بتزينوا. بنخل فوق ملعقة طعام سكر بودرة. خلطهم مع بعض. هلا بحطهم بكيس الكريمة. بنزين الحلو بهيدي الطريقة.
بنكفي الزينة. عنا ليمون بهيدا الشكل، هيدي الطريقة لتعطي شكل حلو. بنحط هيك ورقة نعناع خفيفة، شايفين عطت كتير شكل رائع. عنا سويس رول، وفينا كمان نحط شوكولا كيك، كمان 300 ميلي دبل كريم، ملعقة طعام سكر بودرة، ملعقة صغيرة زبدة، 60 ميلي حليب، 100 جرام شوكولا، وعنا الشوكولا الفليك. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط سويس رول بأرض الصينية، بصفن أكيد، بحطن على جنب كمان. هلا بنخفق الدبل كريم مع بعض. بحط السكر كمان. انتهينا من الخفق. هلا بحطن على سويس رول. مدوا نفس المستوى اكيد. بحطهم بالفريزة حوالي ربع ساعة وبرجع بدوب الشوكولا. هلأ بدنا ندوب الشوكولا مع بعض. بحط الزبدة فوق الشوكولا. كمان الحليب. وبحطهم بالميكروويف. بس دوبت الشوكولا بهذا الشكل، هلأ بنحطها على الكريمة. حط على رواق بهيدا الشكل عشانها سخنة. بعملها بهيدي الطريقة كمان. هلا كمان برجع بحطها بالفريزة اكلها شي حوالي ربع ساعة. بس بردت الشوكولا، هلا بحط انا وياكم فليك على الوجه. بهيدا الشكل. هلا برجع بحطها بالبراد اكلها شي ساعة لتجمد منيح الشوكولا والكريمة. هيدي الحلو بعد ما طلعت من البراد، لنشوف مع بعض كيف طلعت. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هيدي حلو الفليك اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.